قال: ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذنب، قال: إنه كان فاحشة ومقتا، زاد ومقتا وساء سبيلا. نعم. قال رحمه الله: وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاسات ألم أي أن يقاسي المرء ويتحمل ويصبر. فمقاسات ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه. فذكر منهم: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات من أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. في هذه الآيات علق الله سبحانه وتعالى الفلاح، والفلاح حيازة الخير في الدنيا والآخرة. أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير هي هذه الكلمة: حيازة الخير في الدنيا والآخرة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي حي على كل خير في الدنيا والآخرة. فعلق سبحانه وتعالى في هذه الآيات فلاح العبد على حفظ فرجه من الزنا. فالفلاح دلت هذه الآيات على أن الفلاح ينال بأسباب: قد أفلح المؤمنون الذين والذين 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 إلى آخره. هذه أسباب نيل الفلاح. الفلاح لا بد من بذل أسباب لينال، منها أن يحفظ العبد نفسه من الزنا، وأن يصون نفسه من الزنا ليكون من أهل الفلاح. قال: وهذه الآيات تتضمن أمورا ثلاثة: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، لأنه أخل بصفة من صفاتهم، وأنه لم يكن من المفلحين. والثاني أنه من الملومين، عرض نفسه للوم والعقوبة. والثالث أنه أصبح من العادين، من العدوان، تجاوز حدود الله وارتكاب ما حرم وما يسخط سبحانه وتعالى، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. ثلاث أمور: إذا فعل الزنا دلت هذه الآية على حصولها له، فاته الفلاح، استحق اسم العدوان فأولئك هم العادون، ووقع في اللوم فإنهم غير ملومين، أي من فعله صار ملوما.
فيقول رحمه الله ناصحا: فمقاسات ألم الشهوة ومعاناتها أن يصبر يصد نفسه يجاهدها، مقاسات ألم الشهوة ومعاناته أيسر من بعض ذلك، أيسر من بعض ذلك. قال: ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه. فذكر من صفاتهم حفظهم لفروجهم من هذه الفاحشة. وذكر سبحانه وتعالى هنا مثل ما ذكر في سورة المؤمنون.